الشيطان يحرص كل الحرص على التعري، على تعري بني آدم، ولا يزال على هذا. اليوم كما تعلمون ماذا يعمل الشيطان مع النساء ومع المفتونين في إطلاق النظر إلى ما حرم الله وإلى المناظر السيئة، والنساء تلبس اللباس الفاتن كاسيات عاريات، كل هذا بسبب الشيطان، كل هذا بسبب الشيطان الذي حذرنا الله منه. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك، لا سيما وأن الوقت الآن وقت فتنة كما تعلمون، حفلات مشاهد مخزية لو ما حصلت بالفعل تحصل بالنقل، الشاشات وفي أدوات النقل تنقلها بصور فاتنة تدخل على الناس في بيوتهم. الفتنة شديدة الآن من هذه المشاهد الحسية والمنقولة، فعلى المسلمين أن يحذروا منها ويمنعوا دخولها في بيوتهم، فإنها فتنة وشر وتهدم الأخلاق، تجر إلى الشر وإلى مخالطة الأشرار.